في إطار سعيها الدائم لتحسين أدائها كناقل جوي، استلمت الخطوط الجوية الكويتية طائرتين جديدتين من المصنع الأوروبي إيرباص. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. الطائر الأزرق يعود من جديد للتحليق في سماء الإنجاز والإبداع، هذه المرة من بوابة تحديث الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الكويتية وتدعيمه بطائرات جديدة على طريق تحقيق استراتيجية الشركة الجديدة. وكلها طائرات جديدة حديثة ستوفر راحة وسلامة وأمان لركابنا الأعزاء، وهذا جل اهتمامنا هو راحة ركابنا الأعزاء، وسيجدون إن شاء الله كراسي مختلفة من أحدث الكراسي ووسائل راحة أكثر من الحالية، وكلها لخدمتهم إن شاء الله. طائرتان جديدتان من نوع إيرباص تدخلان الخدمة دعما للأسطول الجوي لدولة الكويت، وبما يتماشى مع التطور العالمي في مجال صناعة الطائرات الجوية. يأتي ذلك من خلال استقبال مطار الكويت الدولي للطائرتين اللتين قدمتا من فرنسا لتحطان في أرض الكويت. أشعر بالسعادة لذهابي إلى تولوز لاستلام الطائرتين الجديدتين، وهو أمر سيعمق العلاقات والتعاون بين الكويت وفرنسا من خلال إيرباص والخطوط الجوية الكويتية. من الرائع امتلاك الكويتية الطائرتين من طراز إيرباص A330-800، حيث التطور والتكنولوجيا والأمان، وهو ما تمتلكه إيرباص من خلال مهندسيها. سعيدين بمقدار الضيافة هنا في الكويت، وهو ما وجدناه الليلة. وكذلك فإن الأمر الجيد في دولة الكويت هو حرصها على امتلاك التكنولوجيا الحديثة المتطورة، وهو هدف إيرباص الدائم. شركة الخطوط الجوية الكويتية تواكب التقدم العالمي من خلال التحديث المستمر لأسطولها الجوي. أسطول جوي جديد يحلق في الكويت من مدرج شركة الخطوط الجوية الكويتية على طريق إحياء الدور الريادي للطائر الأزرق. فايز البطي، تلفزيون دولة الكويت.